بسم الله الرحمن الرحيم. تاني الصف الرابع نكمل، ويا رب المرة دي النت يظبط. احنا كنا بنتكلم على الـ importance of the sun، وقلنا الـ importance بتاعت الـ sun دي خدنا فيها كذا importance، يعني كذا أهمية. تعال نشوف كده مع بعض، هنقولها بسرعة كده ونعيد عليها. أول حاجة قلنا direct source of thermal energy، تعتبر سورس يعني مصدر مباشر للثيرمال انرجي، الهيت بتاعت الصن. طبعا دي في الوارمنج، في التدفئه. حتى قلنا بستخدم الويندز هو في ادخال الثيرمال انرجي. تاني حاجه جرين هاوس، قلنا الجرين هاوس دي كونفرت السولار انرجي الى ثيرمال انرجي، تستخدم في بلانتنج ذا كروبس ذات اونلي جروث ان وارم كلايمت. يعني اقدر استخدم الجرين هاوس في تحويل السولار انرجي الى ثيرمال انرجي، بتحتفظ بيها واقدر فيها ازرع الكروبس المحاصيل ذات اونلي جرو ان وارم كلايمت، اللي بس شغاله في المناخ الحار. طبعا لان بتبقى جوه هذه الجرين هاوس بتبقى عاليه. نمبر 3 ان وارمنج هاوسز، قلنا كل بيوتنا فيها ويندوز، وهذه الويندوز بتكون سورس اوف انتر ذا سان تو اور هاوسز. وطبعا لما السان تخش البيوت بتاعتنا خلاص بتعمل وارمنج وتدفئه للهاوسز. ده كده اللي اخدناه اخر حاجه السيشن اللي فات. تعال نشوف ايه موضوع بقى الكوكينج فود. ده الكوكينج فود اللي هو طهي الطعام. في يا جماعه نوع خاص من الميرورز زي ما انت شايف كده في الرسمه دي، اسمها كيرفد ميرورز، او بيسموها بالشكل صحيح يعني كونكيف ميرور. ده نوع من اسفيريكال ميرور، المرايا الكريه. وهذه الميرور اقدر استخدمها في كولكت اند فوكس. كولكت اند فوكس بمعنى ايه؟ بتجمع الاشعه بتاعت الصن. تخيل بس سيادتك كده لما انت واقف في الصن وتحس بحراره شديده جدا، طب ايه اللي يحصل لو انا جمعت الاشعه بتاعت الصن في بؤره واحده؟ ازاي؟ ادي الكيرفد ميرور، اشعه الشمس اللي جايه من الصن بالشكل ده كده. هذه الكيرفد ميرور بتعمل ايه؟ بتعكسها وتجمعها كلها في بوينت واحده. طبعا هذه البوينت اكيد هتكون التمبريشر بتاعتها عاليه جدا، يعني فيها زياده في درجه الحراره، مما يؤدي الى ارتفاع درجة حرارة هذه النقطة. وطبعا بتسخن لي بقى الميتال بوتس. أنا بستخدم ميتال بوتس اللي هي الأواني المعدنية. طبعا لما تكون الحرارة عالية هتقدر تعمل كوكينج للفود. ودي كانت فكرة عمل الكوكينج، أو بيسموها السولار أوفن. السولار أوفن اللي هو الفرن الشمسي. الفرن الشمسي بيستخدم فيه كيرفد ميرور. خلي بالك بقى من الكلمة دي كيرفد ميرور. وهذه الكيرفد ميرور بتعمل ايه؟ كولكت اند فوكس. كولكت اند فوكس طبعا دي كي. كولكت اند فوكس السن رايز تو هيت ميتال بوت، عشان تسخن الميتال بوتس وفي الاخر تؤدي الى كوكينج فود انسايد ات. في كمان حاجة اسمها السولار هيتر. السولار هيتر او يسمى السخان الشمسي. نفس الفكره بالظبط، نفس الفكره، ان بستخدم اشعه الشمس في تسخين الووتر بشكل مباشر. ودي ملاحظ كده لو احنا شفنا هنا كده هتلاقي عباره عن تايني بايبس. بايبس هي الانابيب، والانابيب دي رفيعه قوي 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 لما الووتر يخش فيها، وطبعا مدهوله بالبلاك. طب ليه البلاك يا سيدي؟ اشمعنى البلاك؟ قال لك علشان البلاك بايبس بتقدر تمتص اشعه الشمس، ومن هنا تقدر تسخن الووتر، وبالتالي يبقى عندي هوت ووتر. يبقى عندي تاني اسمها هيتنج ووتر بحاجه اسمها سولار هيتر. وده عباره عن ايه؟ عباره عن بلاك بايبس. بلاك بايبس طبعا الووتر باس ثرو ات اند وارم ذا ووتر او هيت ذا ووتر، تسخن الميه. وبعد ما تسخن الميه ده يخش فيه كونتينر او تانك، في تانك اناء او حي اهو اللي فوق ده يا جماعه. والتانك ده برضه بلاك، ليه؟ علشان يمتص الحراره ايضا ويحتفظ بالهوت ووتر تو او انتل يو يوز ات. يبقى الفكره كلها في البلاك بايبس
الانابيب السوداء اللي ابزورب السولار انرجي، واللي بعد كده هتسخن الووتر، والووتر ستورد يخزن في تانكس، وهذه التانك تحتفظ بالووتر الى ان يوز ات. ده اخر حاجه اخدناها. تعال نشوف مع بعض كده الاكتيفيتي ده. طبعا الانرجي اللي فروم ذا سان كونفرت الى انرجي ايه انسايد جرين هاوس، طبعا ثيرمال، معلش عشان الوقت يا شباب، ثيرمال انرجي. وبعد كده برضو تاني السولار انرجي، يبقى السولار انرجي بتاعت الصن كمان السولار انرجي فروم ذا صن كونفرت الى في السولار بانل الى الكتريك انرجي، اللي بعد كده كونفرت هي كمان الى لايت انرجي فين يا جماعه؟ في الالكتريك لامب او المصباح الكهربي. كده خلصنا بيه كده، يبقى احنا خلصنا الجزء ده. فاضل الحته بتاعت اللي احنا كنا بدأنا فيها برضه واحنا عارفينها كلها يا جماعه، حاجات ليست جديده، اللي هي السولار انرجي واستخدامات السولار انرجي. طب تعال نشوف كده مما او فيما تستخدم السولار بانلز. احنا عارفين من ايام ما كنا بناخد الكريستي كروفر اللي هو مستكشف مارس، كنا بنقول عنده سولار بانل علشان تاخد السولار انرجي دايركتلي وتحولها الى الكتريك انرجي which used to recharge the batteries inside the curiosity. يبقى كانت بتستخدم فيها السولار بانل علشان تحول السولار انرجي الى الكتريك انرجي، وهذه الالكتريك انرجي used to recharge the battery. يبقى عايز تقول لي ايه؟ عايز تقول لي ان السولار بانل دي بتحول السولار انرجي الى الكتريك انرجي؟ اه، وكلنا عارفين الكلام ده مش جديد. النهارده هقول لك بقى مما تتكون السولار بانل. هذه السولار بانل تكون من خلايا صغيره، سمول سولار سيلز، تسمى هذه الخلايا سولار سيلز. يعني لو احنا بصينا لدي كده، دي كلها سولار بانل، كل واحدة مربعات صغيرة جدا جدا، كل المربعات دي اسمها سولار سيل أو خلايا شمسية أو خلايا ضوئية. بتعمل إيه هذه الخلايا؟ convert the solar energy into electric energy. convert the solar energy into electric energy. أدي الفكرة، وطبعا الفكرة دي بالنسبة لنا فكرة معروفة وما فيهاش أي مشكلة. يبقى how do solar panel work؟ solar panel are composed of، تتكون من many small solar cells، من العديد من الخلايا الشمسية. طب وبعدين these solar cells capture solar energy. هي دي بقى يا جماعة اللي بتلتقط، بتاخد السولار انرجي مباشرة coming from the sun وتحولها and convert into directly الى electric energy او thermal energy. هقول الحته دي تاني. يبقى انا عندي الفكره كلها في السولار بانل ايه؟ عندي السولار بانل دي، ادي مثلا عندي سولار بانل مكون من خلايا صغيره تسمى سولار سيلز، خلايا شمسيه. طب يا سولار سيلز انت ايه شغلتك؟ قالت انا كابشر، انا بقدر التقط واخد السولار انرجي من الصن واحولها مباشره دايركتلي الى يا اما الكتريك انرجي يا اما ثيرمال انرجي. يبقى هذه السولار سيل، هذه السولار سيلز بتاخد كابشر ذا سولار انرجي اند كونفرت ات دايركتلي الى يا اما الكتريك انرجي او ثيرمال انرجي. لكن معظم موست اوف سولار بانل، اهو قال لك ايه؟ شوف، موست اوف سولار بانل ار يوزد تو جنريت الكتريستي. المثال بتاعها مثال عادي جدا، اللي هو الكالكوليتر زي ما انتم شايفين ده. الكالكوليتر ده يا جماعه شغال بالسولار سيل. الكالكوليتر ده شباب عامل زي الكيوريستي. الكالكوليتر ده شباب بيشتغل برضه جواه باتري، بس هذه الباتري بيحصل لها ريتشارج زي الكريست بالظبط.
اللي فوق ده الاسود ده هو ده السولار سيلز او السولار بانل، اللي بياخد السولار انرجي دايركتلي اند كونفرت ويحولها الى الكتريك انرجي which used to operate the calculator، تستخدم في تشغيل الكالكوليتر. مش كده وبس، واحد يقول لي ايه طب بالليل يا سير بقى هنستخدم الكالكوليتر ازاي بالليل؟ اقول له لان هذا الكالكوليتر فيه باتري، وهذه السولار سيلز او السولار بانل بتعمل ريتشارج للباتري، بتعمل ريتشارج للباتري، وبالتالي اثناء الليل اقدر استخدم الكالكوليتر عادي جدا باستخدام الباتري او الالكتريستي اللي ستورد داخل هذا الباتري. This electrical can be used directly to light the streets. اخذنا يا جماعه قبل كده وقلت لكم ان عند يعني موجود في مصر ايضا، في بعض الاماكن في مصر بتبقى الشوارع اللي هي في بعض المدن الحديثه شويه بيكون فيها الكشافات، والكشافات دي بيبقى فوقيها كده سولار بانل، يبقى ده كشاف لايت وده سولار بانل طول النهار عمال ياخد السولار انرجي ويحولها الى الكتريك ويتخزن في باتريز داخل او بجوار هذه اللايت. طب تيجي بقى بالليل السان جوز اوت، تبدا بقى الباتري تشتغل وتشغل الالكتريستي او اللامبس، يبقى اقدر استخدم السولار بانل في لايت هاوسز، تمام، في اضاءه ستريتس الشوارع. This electricity is used to recharge، شوف recharge اعاده شحن some type of batteries like some calculators، بعض الكالكوليترز with small solar cells، يبقى الكالكوليتر ده في باتري وفي small solar cells التي تستخدم في ريتشارج هذه الباتري واستخدام الكالكوليتر at any time by the stored energy in the battery. يبقى في عندي سولار بانل بتحول السولار انرجي الى الكتريك انرجي، ثم تستخدم هذه الالكتريك في ريتشارج ذا باتري inside the calculator which can be used at any time by the battery of the calculator. This electricity is used to houses, برضه in houses, to operate في تشغيل various electric devices, العديد من الأجهزة الكهربية. This electricity is used to operate irrigation equipment in some village. في بعض يا جماعة القرى الحديثة بقى اللي هي بقى تعتبر كرة جديدة تستخدم ايه؟ تستخدم هذا السولار بانل في انها بتعمل ايه؟ تبدأ تاخد السولار بانل، تاخد السولار انرجي وتحوله الى ايه يا جماعة؟ الى الكتريك انرجي، وتستخدم هذه الالكتريك انرجي في تشغيل كل الاكويبمنت، كل الاجهزة في هذه الفاليج، في هذه القرى. يبقى هذه القرى تستخدم السولار بانل في انتاج الالكتريستي اند اوبريت كل الاكويبمنتس ان سام فاليج. تعال نشوف الكويشن ده بيقول ايه. بيقول انا عايز اشوف ايه الانبوت وايه الاوت بوت بتاع هذا السولار بانل. طيب هدي فرصه للناس اللي رفع ايديها، ماشي، عشان برضو الناس ما تزعلش. نشوف يوسف، اتفضل يا يوستينا. السؤال الأول بيقول الانبوت انرجي، ايه الانبوت في السولار بانل؟ سولار انرجي، سولار انرجي، ما هي دي الانبوت بتاعتها. اشكرك. نشوف حد تاني. ريجان، اتفضلي يا ريجان. وات از ذا اوت بوت؟ الاوت بوت الكتريكال انرجي وثيرمال. تمام، احنا قلنا السولار بانل بتقدر تحول السولار انرجي دايركتلي الى حاجتين، ثيرمال انرجي او الكتريك انرجي. تمام جدا. نخش بقى في الليسون الجديد، وده بقى اسهل درس يا جماعه، اسهل درس. احنا واخدين بالظبط 3 ليسونز، وال3 ليسونز اسهل من بعض. تعال نشوف، يعني النهارده ممكن نخلص 3 4 مع بعض. تعال نشوف مع بعض كده ايه اللي في 3. هيرنس ذا ويند، هيرنس ذا ويند يعني تسخير واستخدام والاستفاده من الويند،
يا ترى يا هل ترى انا هقدر استخدم ايه من الويند؟ ازاي هستفيد من الويند واسخرها بشكل يفيدني؟ تعال شوف مع بعض كده. تيك ترو نيكست تو ذا نيو رينيوبل انرجي. هل دي رينيوبل يا جماعه؟ الكول طبعا فولس. الكول نون رينيوبل سورس اوف انرجي. الووتر يس. الويند يس. الصن يس. يبقى دولت يعتبر رينيوبل سورس اوف انرجي، لكن طبعا الكول نون. كل الفوسيل فيول تعتبر نون. طيب يوزنج energy of the wind، استخدام الطاقة بتاعت الويند. طبعا احنا هنا يا جماعة في عند حاجة اسمها الويند ميلز التي تستخدم في تحويل الكاينيتك energy of the wind، الكاينيتك energy of the wind الى electric energy عن طريق الووتر ميلز اللي احنا قلناها قبل كده. طيب تعال نشوف كده، هل الصن لها دخل في الويند يا كمان؟ قال لي ايوه. ايه ده، هي الصن كمان لها دخل في الويند حتى ما سابتش الويند؟ ايوه. طب ازاي؟ تعالى اقول لك ازاي. different amount of solar energy especially radiant. طب احنا يا جماعه دايما قلنا ان الطاقه اللي جايه من الصن بتبقى على شكل radiation، radiation او radiant energy، وديت reach the earth على شكل waves. هذه الراديانت انرجي ريتش ذا ايرث على شكل ويفز، موجات. هذه الراديانت انرجي ريتش ديفرنت ريجن اوف ذا وورلد، بتروح لكل مكان في العالم. بس يا جماعه انا عايز اقول حاجه، بتروح لكل مكان ولكن مش بنفس الدرجه. ازاي مش بنفس الدرجه؟ تعالى اما اقول لك ازاي. ادي يا جماعه الصن وادي الارث. احيانا في اشعه بتيجي مش صن بتبقى بيربنديكولار، يعني بتبقى عموديه، واحيان اشعه بتبقى مايله انكلايند. طبعا تاثير الاشعه المائله مش نفس تاثير الاشعه العموديه. الاشعه يا جماعه العموديه بيكون تاثيرها اقوى، الحراره بتاعتها بتكون اقوى، وبالتالي اجد ان على الارث في اكتر من منطقه، وهذه المناطق مختلفه في التمبريتشر. في حد عنده هاي تمبريتشر، في حد عنده لو تمبريتشر. المناطق اللي هي اعلى واقل في التمبريتشر تعمل على حركه الرياح او حركه الاير. يبقى دايما يا جماعه الارض كلها مش لها نفس درجه الحراره، حتى في المكان الواحد في اختلاف في الاير بالنسبة للتمبريتشر. لما يكون عندي اكتر من درجة حرارة تبدأ الرياح او الاير يتحرك هنا بسبب هذا الاختلاف. طب مين اللي عامل الاختلاف ده؟ الصن. يبقى الصن هي اللي خلت اماكن عندها هاي تمبريتشر واماكن تانية عندها لو تمبريتشر، وبالتالي نتيجة اختلاف درجات الحرارة يبدأ الاير يتحرك، ومن هنا يطلع عندي ما يعرف بالويند. تعال نشوف الكلام ده هنا ازاي. radiant energy causes the air around the globe. globe اللي هو الارض. هذه radiant energy بتسبب او causes the air around the globe to heat up. الهواء بيسخن. to different degree. ايوه ركز هنا بقى، to different degree يعني بدرجات حراره مختلفه. يبقى مش كل الجلوب، مش كل الايرث عندها نفس درجه الحراره. يبقى هنا بتبدا الحراره تختلف عندي تمبريتشر. where the difference in the temperature، هذا الاختلاف في درجات الحرارة يعمل ايه؟ between cold and hot، بالاماكن الباردة والاماكن الساخنة. air causes air to move and wind blow. يعني هنا عايز يقول لي ايه؟ ان بسبب ان في اماكن hot في اماكن cold نتيجة الديفرنس في التمبريتشر يبدأ الاير يتحرك،
ولما الاير يتحرك هو ده الويند بلو او هبوب الرياح. يبقى واضح جدا ان حتى الصن لها دخل في الويند. يبقى الويند ديت سببها ان الصن هيت ذا اير باي ديفرنت ديجري. الصن هيت ذا اير باي ديفرنت ديجري، تسخن الهواء ديفرنت ديجري بدرجات مختلفه، ويصبح عندي اريا منطقه فيها هوت اير ومنطقه تانية فيها كولد اير. نتيجه اختلاف في التمبريتشر ذا اير موف اند ذا ويند بلو. ماشي يا سيدي. هنا بقى الكايتك انرجي بقى تبدا بقى الويند لما تبدا تهب. The kinetic energy of the wind movement is used to rotate the blades of windmills. يبقى تبدأ تحرك البلاتس اللي هي الشفرات أو الأزرع بتاعة الويندميلز. طب لما الشفرات والأزرع دي تتحرك إيه اللي يحصل؟ Then the windmills blades rotate. This causes ذا ويند توربين. هنا عندي بقى يا جماعه التوربين هاي المره دي هو اللي هيطلع الكتريستي، يسمى ذا ويند توربين. ذا ويند توربين انسايد ذا ويند ميلز تو روتيت، يبدا يلف جنريتنج الكتريكال انرجي. لما يلف يطلع الكتريكال انرجي. ذس از ترانسميتد، تبدا ترانسميتد انف ثرو، تنتقل خلال هيوج واير، اسلاك ضخمه زي ما انت شايف كده. ودي في حاجه اسمها باور لاين ديفرنت بليسز ساتش از هاوسز اند فاكتوريز. لو بصينا يا جماعه بيج 117 هنلاقي بادئ من اول يوزز اوف سول انرجي. الحاجات دي هي الحاجات اللي هتتحفظ. تعال تشوف كده مع بعض. هنا اول حاجه هو بيتكلم على وي كان سمرايز. هنا سمرايز يعني يلخص كل الكونسبت في الحاجات دي. بص بقى ده الجزء اتحفظ يا جماعه اهو. 100 of years ago people needs machine to make their life easier, so they are used windmills and wind water mills to help them to grind grains make flour. ده خدناها قبل كده. وادي الفرق ما بين الويند ميلز والووتر ميلز، الانرجي يوزد ثم الادفانتجز وادي الديس ادفيت. وده كله قلناه. السن از ذا ستار اد السن، وطبعا موست اوف هيدروجين والهيليوم. وقلنا السن هاز حاجه اسمها فوتوسفير، وده اللي هي اللاير اللي بتيمتس اللايت. وبعد كده الانرجي اوف ذا سن كمز فروم الهيدروجين والهيليوم، بيحصل لهم رياكت او تفاعل ات هاي تمبريتشر، وتنتج عنها large أو huge amount of light and heat. وطبعا دي travels through space على شكل waves. Some of them reach the earth. The energy comes from the sun is called solar energy, which is radiant light. وسميناها radiation. Solar energy اللي سميتها radiant light أو سميتها radiation. أهو radiation أو radiant light أو radiation. هذه solar energy قلنا سميناها radiant energy أو radiation. Uses of solar energy. Solar energy is the direct source اللي هي بقى استخدامات اللي احنا قلنا يا جماعه لسه كانت اول حاجه قلناها النهارده، عباره عن source direct source of thermal energy. لما امتى؟ When we expose yourself to the sun to feel warm. In greenhouse radiant energy قلنا بتتحول الى thermal energy واللي بتخليني هذه الجرين هاوس وارم وازرع فيها الكروبس ويتش جرو ان هوت كلايمت. ان وارم هاوسز قلنا الهاوس فيها حاجه اسمها ويندوز طبعا، ودي تبقى مقابله للسن في الوولز اند فيز ذا سن فور موست اوف داي. كوكينج فود احنا قلنا في عندي كيرفد ميرور تستخدم فيها كيرفد ميرور، ودي كولكت اند فوكس السن ريز وتعمل ايه؟ هيت ذا ميتال بوت ويتش كوك ذا فود انسايد. كمان ان هيتنج ووتر في السولار هيتر زي ما قلنا يا جماعه اللي هو السخان الشمسي، وده عباره عن بانلز ميد اوف بلاك بايرز كان بريديوس كان بي بليزد
in the roof على الأسطح of houses to heat water. لحد كده الجزء اللي خدناه في الأول. تاني حاجة السولار بانل composed of A من small solar cells that capture the solar energy وطبعا convert it into electric أو thermal. Uses of electricity أو generated by solar panel on a light streets on a recharge some type of batteries زي الموجودة في الكالكوليتر وقلنا operate various electric devices in houses وكمان operating irrigation equipped in some village. هنا بيقول لي بقى الراديانت انرجي كونفرت الى ايه؟ طبعا الراديانس كونفرت الى هيت انرجي، كونفرت الى كاينتيك انرجي، وكونفرت الى الكتريك انرجي في الباور لاينز. دي بقى اللي احنا لسه هناخدها. فيبقى الجزء ده كله هو اللي هيتحفظ، يبقى احنا لخصنا الكونسبت كله في الجزء ده، وده يا جماعه هو اهم النقاط عندي في الكونسبت. بعد ما سيادتك فهمت الشرح هتحفظ من هنا فقط. طب نسمع ايه؟ نسمع رجال، فضل يا رجال. سير انا ويستين، انا ورودينا وهانم عندنا درس دلوقتي الساعة 9. طيب انت 5 دقايق بالظبط يا شباب هكمل حتة زي ديت ونسيبكم ان شاء الله الدرس بتاعكم. 5 دقايق بالظبط، تمام؟ اوكي خلاص خلاص يا يستين خلاص، انا عرفت، انا عرفت. 5 دقايق بالظبط. نطلع بقى تاني للحته اللي احنا كنا بنشتغل فيها. احنا هنا السولار بانل وقلنا هنا في الكتريستي وطبعا خدنا ده كمان، وقلنا كمان انها بتستخدم في حركه الويند. ايه الويند يا شباب؟ الويند عباره عن ايه؟ عباره عن ان السن هيت ذا ايرث باي ديفرنت ريجنز او ديفرنت ديجري، وهذه الدرجات المختلفه تؤدي الى حركه الرياح فروم كولد للاير او الاير بالهوت للكولد او الكولد للهوت، وتعمل حاجه اسمها ويند بلو. هنا ادي بقى الجزء ده الريديانت انرجي الموجوده في الصن كونفرت الى هيت انرجي، ودي طبعا بهيت تمبريتشر اوف ذا بتوين ذا هوت اير اند كولد اير، وبعد كده هذا الاختلاف في التمبريتشر يؤدي يتحول الى كاينتيك انرجي ان توربينز، وفي الاخر يطلع عندي الالكتريك انرجي في الباور لاينز او خطوط الطاقه او اسلاك الطاقه اللي احنا قلنا عليها. حاضر يا شباب، انا عارف ان عندكم، انا خلاص دقيقه واحده واخلص الجزء ده، نخلص بس حتى الليسون ده يبقى خلصت من 3. اخر حاجه ان ووتر توربينز. الووتر توربينز يا جماعه طبعا انا عايزك بقى لو سمحت لو سمحتوا تركزوا في الحته ديت، مهم قوي الحته دي. النمبر اوف بلاتس ديكريز. انا خدت فاكر يا جماعه، فاكرين لما كنا بناخد ايه؟ الاولد ويند ميلز والمودرن ويند ميلز. لقينا الفرق عندي في كذا حاجه، في الديزاين وكمان في النمبر اوف بلاتس، في عدد الشرائح اللي عندي او الاذرع. في المودرن كان فيها 3 انما كان في الاولد كان فيها 4. طب هل ده هيفرق معايا؟ هقول لك ازاي. تعال نشوف كده مع بعض. The number of blades in the decrease، لما number of blades بيقل ايه اللي بيحصل؟ They rotate fast. علشان كده عملنا البلاز بتاعت المودرن ويند ميلز 3 بس. ليه؟ Because لما number of blades decrease they rotate fast so the efficiency. كلمة efficiency يعني كفاءة. الكفاءة بتاعت مين؟ بتاعت الويند توربينز انكريز. يبقى هنا انا عرفت بقى ليه دلوقتي عملوا 3 بلادز في المودرن ويند ميلز، علشان يزود السرعة والكفاءة تزيد. نمبر 2 when the kinetic energy of wind increase، لما الطاقة بتاعت الويند تزيد اكيد البلادز هتحرك اسرع. So the blast rotate faster وبرضه الافشنسي اللي هو الكفاءة of wind turbines برضه increase. يبقى في حاجتين بيزودوا كفاءة الويند توربينز اللي هي decrease the number of blasts، number two increase the kinetic energy of the wind، يعني هواء قوي غير او رياح قوية غير رياح ضعيفة. Number three when the، هنا بقى يا جماعة لما الويند تيجي فرونت ولا بالجنب؟ يعني تيجي على جنب التوربينز ولا او الويند ميلز ولا من قدامه؟ تفرق معايا. لو جت في الجنب بتحرك البلاتس اسرع. شوفوا لي بقى هنا when the wind blows in the side
لما تيجي تهب رياح من الجنب. The wind turbines the blades rotate faster. يبقى لما تبقى الويند جاية من الجنب بتخبط في البلاتز أسرع وتحركها أسرع. طب وبعدين؟ طب بص كده والعكس. طبعا لو حركت أسرع هتبقى الافشنسي بتاعت الويند توربينز انكريز. لما الويند بلو فروم ذا سايد اوف ذا ويند ميلز ذا بلادز موف او روتيت فاستر، ثم الافشنسي بتاعت الويند توربينز انكريز. طب نمبر 3، وين ذا ويند بلو ان ذا فرونت، لو الهواء كده جاي من الوش طبعا مش هيحرك البلادز اسرع، يبقى ذا تو ويند توربينز او بلادز روتيت سلوور، هتحرك ابطا وبالتالي سو ذا افشنسي اوف ذا ويند ديكريز. يبقى انا عندي كذا حاجه بتاثر في كفاءه الويند ميلز. اول حاجه ايه؟ النمبر اوف بلادز، عدد الاذرع. نمبر 2 الكاينتيك انرجي اوف ذا ويند، لما الكاينتيك انرجي اوف ذا ويند انكريز بالتالي الروتيشن اوف بلادز انكريز والالكتريستي انكريز. نمبر 3 الويند هتيجي منين؟ من السايد ولا من فرونت؟ لو الويند كامز فروم ذا سايد اوف ذا ويند ميلز ذا روتيشن اوف ذا ويند بلادز انكريز والالكتريستي او الافشنسي برضه بتزيد. كل الحاجات دي لازم اعرفها علشان لما اجي استخدم الويند ميلز لازم استخدمها بشكل ذو كفاءه عاليه. تعال نشوف تشيك يور اندرستاند، اللي عاوز يجاوب يرفع يرفع ايديه. اول سؤال هنشوف احمد وائل، انا هفتح المايك بس اللي يقول بس يا جماعه اللي هنقول عليه. اتفضل يا احمد وائل. السؤال الاولاني kinetic energy of the wind is converted into electric energy by wind turbines. True. True. تمام يا احمد وائل. نخش على محمد مصطفى فوده. Number two, wind is non-renewable energy resource. False. False. أشكرك. Renewable. تمام. رقية عيسى. يلا يا رقية. Number three. The difference in air temperature around the globe اللي هو الارض كل الارضيه يعني causes air to move and wind is to blow. True. True. اختلاف درجات الحراره بتاعت الاير على الارض تؤدي الى هبوب الرياح. تمام. جودي اللواتي اتفضلي يا جودي. نمبر 4 the turbines blades rotate at slower speed as the wind kinetic energy increase. False. False طبعا، ما دام الويند كاينتيك انرجي انكريز يبقى الروتيشن انكريز وتؤدي الى الافشنسي كفاءه الويند ميلز انكريز. يوستينا ايهاب، لا يوستينا انت قلتي مره يوستينا مش كده؟